بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثة أجيال تفلح في مزرعة للبن في جازان جنوبية السعودية. عمل مزرعة مكسوة بأشجار البن الخولاني ذي الحبة الحمراء. لا يكل فرح المالكي وابنه وحفيده من الاهتمام بأمورها. هذا المزرعة يعني أحدها عزيز عندي حتى ومرار، يمكن الولد إنها عندي أعز من الولد. إي والله. فرح وأبناؤه التسعة يعملون في أنشطة مرتبطة بتسويق البن الخولاني وتغليفه ونقله، لكن ابنه أحمد وأسرته هم من يتولون أمور الزراعة. أنا ورث لي الوالد أنا، وأنا ورث معه واشتغلت معه، وأنا ورث لأولادي هم يشتغلون معي، وأنا إن شاء الله فيهم أحفادهم إن شاء الله يشتغلون بعد هذا. مزرعة ممتدة تقع بمحاذاة جبل شاهق يفصل بين السعودية واليمن. قسمتها العائلة إلى مزارع أصغر، يحلم الجد أن تكون مصدر رزق لأحفاده من بعده. حلم يواجه مصاعب جمة، أهمها نقص المياه وقلة الدعم الحكومي. الحلم إن شاء الله نحن نحقق أمل أبو الوالد، فنحن نقوم بهذه المزرعة، وإن شاء الله أنها تكون لي ولأبنائي وأبنائهم من بعد، وتكون مصدر رزق لي ولهم. السعودية التي غيرت اسم القهوة العربية إلى القهوة السعودية مؤخرا تنوي زراعة 1,200,000 شجرة بن خولاني ذي المذاق المميز والجودة الفريدة بحلول عام 2025. تسعى بذلك إلى تسجيله في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. مهمة ليست سهلة، فأشجار البن تتأرجح في خطر يحدق بها بين حافتي الإهمال والانقراض.